يوم بوسنا. انت عارف حالك مع مين عم تحكي؟ مع صافيا وشبابا. ويلكم تو ذا كاباري. مع الوزير ابو عنتر، صراحه نحن بعتنا وراك هون على الكاباري لانه ايديك مع وزراء الداخليه العرب زرا ما عجبنا بالمره. اوكي بدك توصل تحيات؟ اوكي، بس هول الجماعه مش هيك بتوصلهم التحيه، نحن جبناك لعنا لحتى نفسر لك كيف لازم تودي التحيه لحتى انت تستفيد، عرفت كيف؟ هلا رح نعمل لك برافا انا والشباب. تخيل انه هيدا المطرح مليان عالم وعنا نحن الليله سهره، اوكي؟ وهول الاشخاص اللي انت بدك تودي لهم التحيه كلهم موجودين عنا بالسهره وانت انا، شوف كيف لازم تسدي التحيه، اوكي؟ من بلش يلا، هلا بتبلش السهره. يا هلا، اهلا وسهلا فيكم بسهرتنا الليله بكباري صافيا. بحب رحب بكل الموجودين، بس اهم شيء بدي وجه تحيه خاصه لمين؟ لسمو الامير حبيب قلبي، وبحب اقول له قالوا انه القمر بالسما بس اتري كله عندنا. روح يا مزيكا. أما التحية الثانية فهي لمعالي الوزير اللي هو القصد والباقي كله فصل وخمسة بعيون الحاسدين. يلا جايز. ولا واحد ولا مية ولا ألف وتلتمية ولا كلمة نبية ولا مليون. Thank you guys. أما التحية الكبرى فهي اكيد لصاحب الجلاله اللي هلا منه موجود بس بكرمه عطول علينا بجود. اشتقنا لك كتير كتير كتير، مشان هيك منحب نقول لك يلا جايز ردي. حبيبي يا عيني يا عيني يا ليلي يا مسهر عيني بنهاري وليلي. فهمت كيف معالي الوزير؟ هيك لازم تكون، إذا بتعمل هيك وبتوجه التحيات بهالطريقة صدقني بكبوا عليك المصاري كب وعلى قليلة بتفوت عقلوبهم. يلا قوم أصلاً شوف إذا بتعمل. قوم عادي ما تستحي، الجاز بيعرفها. وقف هيك، علي لي إيديك لشوف. لفق يلا. أند تروا. حبيبي يا عيني. يا عيني يا ليلي. ما بعذب يا مسهر عيني.